وثقت هيومن رايتس ووتش منذ بدأت الحرب في سوريا أواخر عام 2011 عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، إذ وجدت أن فتية تبلغ أعمار أصغرهم 14 ساعدوا في أدوار عسكرية داعمة فيما عرف بالجيش السوري الحر وجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. ونقلت المنظمة عن سكان محليين وأطفال كانوا جنوداً سابقين أن تلك الجهات لجأت بشكل ممنهج إلى تجنيد الأطفال، كما حمل التقرير القوات المسلحة السورية النظامية بالأساس المسؤولية عن هذه الانتهاكات. فبعض الأطفال الذين شاركوا تعرضوا للاحتجاز والقتل في المعارك، وقام بعضهم وفق مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش معهم بالقتال على الجبهات وبأعمال تجسس، وعملوا كقناصة ونقلوا ذخائر وإمدادات أخرى لخطوط المعارك المستعر فيها القتال. بدورها أكدت منظمة اليونيسف في تقرير أصدرته عام 2021 وتحديداً في ذكر مرور 10 أعوام على النزاع السوري أنه في أنحاء شمال شرق سوريا يعيش 27,500 طفل من 60 جنسية على الأقل يشتبه ارتباطهم بالنزاع المسلح ويعانون من الإنهاك في المخيمات ومراكز الاحتجاز.